البشر وقدام ربنا سبحانه وتعالى. أولادنا عندهم روح معنوية عالية جدا، مصممين بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى أنهم يفوزوا وينتصروا. بتمنى لهم التوفيق، بتمنى بكرة تبقى مباراة تليق بالأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي، فريقين كبار الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك. السنة اللي ملحوظة دلوقتي كده عن هوا إن بعد الحكم ما بيعلن اسمه أي حد بيعمل احتجاج ضد الحكم ده عايز يخوف الحكم بس. تاني لما يعلن اسم الحكم ونادي الزمالك يعترض عليه قبل الماتش بحوالي 24 ساعة، ده معناه إن نادي الزمالك عايز يخوف الحكم ويخلي الحكم تحت ضغط سيطرة الزمالك، وده دي لعبة قديمة جدا، إنك تخلي الحكم على طول يجي على الفريق التاني علشان يوري لك إن هو عادل ومش ضدك. أنا أعتقد إنه تعليمات الكابتن عصام عبد الفتاح للحكم أيا كان اسمه إنه يكون عادل، أخطاء البشرية واردة، لا يتأثر بالاحتجاجات اللي بدأت من دلوقتي، لأنه زي ما قلت اللي نوع من الضغط على الحكم نفسي علشان لما يكون في لعبة لصالح نادي الزمالك مثلا يعني يبقى الحكم متأثر بقى وإنه غير محايد وأنا احتجيت عليه فيحسبها ضد الزمالك. الكلام ده كلام لا يليق بأندية كبيرة. خلاص احنا كنا واثقين في الحكام المصريين وما اخترناش وما نقيناش. مش معناه ان انا قلت ان انا عايز حكم مصري قلت هاتلي فلان. طب يعني اللي طب حضرتك واثق بقى ولا مش واثق ازاي؟ انا شخصيا ما اعرفش مين ايا كان، حتى لو جابوا قادر عبد العظيم يحيى العظام وهي رجل حتى لو خلاص خلاص انا من اول يوم قلت انا واثق في حكام مصري مش هلاقي مش هختار بقى. حتى لو جابوا محمود البنا اللي احمد مجاهد متبنيه برضه ما عنديش مشكله، وحطه في القائمه الدوليه ما عنديش مشكله. خلاص ايا كان حكم انا ما اعرفش مين هو اصلا تمام، لكن لما نبدا من دلوقتي الزمالك يحتاج او الاهلي يحتاج اعتقد دي لعبه مكشوفه معناها الضغط نفسيا على الحكم اللي يدير المباراه علشان اوري لك بقى. انت عارف اللي بيقول لك ظلم حتى يشتهر بالعدل، مش هيحصل الكلام ده ولا بيسمح بيه، ومجلس ادارتنا موجود واحنا تاني بنثق في اي حكم حتى لو كان الحكم ده كان بيلعب في النادي الاهلي واشبال النادي الاهلي. انما احنا قلنا نثق ونثق في كل، انما مش هنختار انا بثق بس هات فلان، انا بثق بس ما اجيبليش فلان. اعتقد ده كلام مرفوض. في النهايه اولادنا عندهم العزيمه والاصرار وتوفيق ربنا باذن الله مهم جدا جدا جدا، يسعدوا جماهيرهم بكره اللي بالملايين، يسعدوا جماهيرهم اللي في مصر والعالم العربي بالملايين ايضا. وانا بتمنى وكل مجلس ادارتي وكل الدعم لاولادنا والجهاز الموجود. ومحدش يسالني بقى واحمد حسام هيمشي امتى؟ الوسائل التقليدي هيمشي امتى؟ تقريبا انا همشي واحمد حسام قاعد. يعني تقريبا كده شكلنا كده فاهم؟ بندعم بنأيد بنقول انه لما احمد حسام تاني بيقول انا فلان الفلاني ممكن يكون اعظم مدرب في العالم بس مش قادر يتعامل معاه هنمشيه، وده اللي حصل على فكره.